مجزرة جديدة في سهل الغاب يرتكبها طيران الاحتلال الروسي نتيجة الغارات الجوية المكثفة على منازل المدنيين بشكل مباشر. هنا في هذا المكان شنت طائرات الاحتلال الروسي غارات جوية في ساعات متأخرة من الليل، أدت إلى سقوط المنزل على من فيه. استشهد خلال هذا القصف 4 مدنيين بينهم امرأتان، وما يزال الطيران الحربي يحلق في سماء المنطقة. نلاحظ الآن وجود الطائرات الحربية وهي تقوم بشن غارات جوية جديدة على مناطق بالقرب من هذا المكان. وما سمعنا إلا صوت الطيارة نفذت عنا بالضيعة، وما طلع له إلا صوت قوي. جينا لعند المحل ما ضرب الصاروخ، ما تفاجأنا ولا متراكم هالبيت كله على بعض البعض، والناس تحته تحت البيت تحت الأنقاض. الناس تمت طلعت هالناس المستشهدي تحت هالركام. والله كانت عيلتين، عيلي ناس يعني قاعدة مع الجماعة هون، وهن أهل البيت، عيلة كبيرة. والله أطفال ما في، الحمد لله. بقول لك كان في أطفال بس طلعوا، يعني طلعوا من تحت هالركام. أي والله. بعد الساعة 2 بالليل، بعد منتصف الليل، قامت الطيران الحرب الروسي باستهداف قرية تقليدين في سهل الغاب، مما أدى إلى دمار بالمنزل واستهداف عائلة مؤلفة من 7 أشخاص، بمنها عائلة نازحة من قرية لتوينة وبعائلة من سكان المنزل. أدى الاستشهاد 4 أشخاص، 2 رجال و2 نساء. استغرقت العملية حوالي ساعتين، لأن بوضع الظروف كان صعبة، وطيران بالجو وقذائف من معسكر جورين، وصعب علينا تشغيل الأضوية، مما أدى يعني أنه ما تدخل الآليات الثقيلة. حاولنا نطالع الأحياء منهم بالمعدات البسيطة ومن دون إنارة، طلعنا الأحياء منهم 3 وتم نقلهم إلى المشفى.